السلام عليكم. كنقدم لكم هاد السيدة هذه الأم ديال ربعة ديال البنيتات. وسيدة اش غنقول لكم الحالة ديالها، اش ما قدرتش نوصفها. أن السيدة مريضة ومشينا كنقلبوا لها وكنجريو باش أننا نصوبوا لها غير الوريقات ديالها، لاكارت ناسيونال، ولا نقلبوا أنها بأن السيدة عندها حتى الأبوين ديالها، ولا ما لقينا عندها حتى هوية، ما لقيناهاش محطوطة من ديكلارية أنها راه كاينة في الوجود نهائيا. المشكل ديالها أن بغينا نديروا لها الدياليز، ما لقينا حتى شي ورقة اللي كتبتها بأنها راه على قيد الحياة. لقينا السيد اللي مديها مدير 12 شهد، والأبناء ديالها معترف اللي ما اللي والدة معاه مقيدهم على السمية السيدة اللي كان مجوج بها من سابقا من قبل. وفات منا اننا دخلنا انا غير جارة ديالها، مشينا كنقلبوا هذا ما لقينا حتى شي واحد اللي وقف معنا. بقينا درنا 12 شاهد وثبتنا ان هذه السيده راه كاينه وحيه، درنا لها لاكارت ناسيونال، درنا لها الرميد، دينا الطبيب ديال المخزن، ما لقينا حتى شي واحد اللي كيساعدها ولا اللي وقف معاها. مشينا طلبنا الناس، دقينا الابواب، ما لقينا، لقينا الوجوه اللي طوعوا انهم عطاونا شي بركه اللي قضينا اننا نديروا لها لاباراي. بدينا لها تصفيه، كنصفيو ليها، درنا لها الدم، حتى الدم بقينا تنبحثوا باللي تبرع ليها بالدم، درنا لها الدم. دابا راه في الكلينيك ما لقينا حتى شي واحد اللي يساعدنا ولا اللي يصفي ليها، وفي المخزن راه حنا دافعين الوريقات ديالها، ما لقينا حتى شي واحد اللي يوقف معاها. الله يجازيكم بخير، بغينا شي واحد اللي يساعدها اللي يوقف معاها. وحنا ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير من الدوله ديالنا من المغرب انهم يوقفوا معاهم. الله يجازيكم بخير. بغينا من سيدنا من محمد السادس انه يوقف مع هاد السيده، راه حالتها خطيره ودابا خصها ضروري تصفي. بغينا هاد السيده هذه الله يجازيكم بخير تعاونوها باش ما كان. حنا ما باغين لا فلوس ولا دار ولا اموال ولا اللي حوايج ولا حتى شي حاجه ولا سكن، باغين هاد السيده غير تعالج، ما بغيناهاش راه تحتضر. ما لقيناش اللي صفي لها الدم، ما لقيناش اللي وقف معاها. الله يجازيكم بخير، تنطالبوا من سيدنا من محمد السادس الله ينصره والله يعمر ربي يوقف معاه ويخلي له وليداته يوقف مع هاد السيده. ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير هاد السيده تصفي، وبغينا الطبيب المخزن ديال الدوله ديالنا يوقفوا معاه يصفيوا ليها، ما بغينا حتى شي حاجه. باغين الله يجازيكم بخير وليداتها راهم عينا ندقوا الابواب، عينا نوقفوا، عينا نطلبوا، ما لقينا حتى شي واحد. انا ماشي الام ديالي ولكن راه ربي اللي عالم انها كتاثر فيا كانها الام ديالي. الله يجازيكم بخير. ما خصنا، انا ما قدرتش نهضر، ما عرفتش شنو غنقول. انا ما عمرني وقفت قدام الكاميرا ولا عمرني هضرت، اول نهار غنهضر قدام الكاميرا. وعندي وليداتي وعندي الام ديالي وعندي الابوين ديالي، وهاد السيده مني شتها في هاد الحاله ما قديتش نهضر، ما قديتش نعبر اشنو عندها. ما كتهضرش، ما كتقولش شنو خصني. هاد السيده بقوه عندها صدمه لانها لقات راسها ما عندها لا ابوين ولا راجل معترف بها، عندها وليداتها كيعيطوا لها امي ولكن هما ما محطوطينش في سميتها. علاش هاد السيده تضيع هكا وهي على قيد الحياه؟ علاش ما تعترفش بها في هاد الدنيا؟ علاش علاش هاد السيده تضيع هكا وهي مسكينه ما قدرتش تعبر اشنو اللي كاين؟ يعني الحالة ديالها الله يجازيكم بخير. كنطلبوا من سيدنا من محمد السادس الله ينصره، ومن مولاي الحسن كأنه راه عنده الأبوين ديالو، الله يجازيكم بخير أنكم توقفوا معاه. ما باغين حتى شي حاجة من هذا الشيء إلا أن هذه السيدة تصفي، راه تحتضر تحتضر. وحنا مشينا لو بغيتوا أننا نقدموا لكم الوريقات ديالها، مشينا الكلينيك، مشينا الكلينيك، لقينا الأبواب، وقفوا معنا، درنا العملية، درنا التصفية الأولى الثانية، راه هادي المدة ديال 7 شهور وحنا كنسعاو، راه حنا كنسعاو. ودابا الغالب الله ما لقيناش باش نعاونوها، صافي يعني دابا وقفت هادي شهر الحصة ديالها والدم ديالها كيتلوت. كنطلبوا منكم الله يجازيكم بخير أنكم توقفوا معنا، ما بغينا حتى شي حاجة. يا محسنين، يا المحسنين، كنناديو بالمحسنين أنهم يوقفوا معاها. ما بغيناش حنا الفلوس ولا بغينا ماديا ولا الماكلة ولا دواء، انتوما غتوقفوا مع هاد السيده، انتوما اللي غادي تعاونوها. حنا نعطيكم النيميرو ديالها ونعطيكم فين السكن ديالها، حتى السكن راه ما عندهاش، ولدها راه غير كاري، راه حنا كنا كنتمناو انكم تدخلوا للبيت ديالها، راه جبناها هنا لان لدرجة ولينا كنوقفوا في ستوبات، ولينا تندورو باش نوقفوا مع هاد السيده. انا غير كانت الجاره ديالي مسكينه اثرت فيا،
الابنه ديالها ما قداتش تبان قدام الكاميرا لان راه تتبكي، ما قديناش نعبروا اشنو غنقولوا. الله يجازيكم بخير.